في محاولة لحماية أراضيهم من المصادرة أو اعتبارها مناطق عسكرية مغلقة، استطاع المزارعون الفلسطينيون زراعة آلاف الدنومات بمحاصيل مختلفة في منطقة سهل قاعون في قرية بردلة بالأغوار الشمالية الفلسطينية لأول مرة منذ عام 67، لتكون خط الدفاع الأول في وجه الاحتلال وجدار الفصل العنصري. مساحات شاسعة من الأراضي المهددة بالمصادرة أو الانضواء تحت إطار جدار الفصل العنصري أو مناطق التدريب العسكرية المغلقة في الأغوار الشمالية الفلسطينية، بالتحديد هنا في قرية بردلة. مئات الدنومات لم تزرع أو تستغل منذ عام 67، استنشقت كد المزارع الفلسطيني هذا الموسم لأول مرة. هاي الأراضي كانت تزرع في عام 1967، طبعا الآباء والأجداد كانوا يزرعوها لأول مرة، بتنزرع حان في منطقة كاعون. يعني إحنا كل الاحترام لكل من شارك وكل من ساهم وكل من ساعد أخواننا المزارعين هان لإيجاد الطرق للملائمة لزراعة هاي الأرض. يعني طبعا وفرونا من خط الأنابيب الناقل، أهم شغلة المياه، يعني بدون المياه هناك فيش زراعة. هاي حلم لكل فلسطيني عايش في الغور. هاي المنطقة من 67 ما انزرعت في إشي اسمه خضرة أو إشي مروي، هاي كلها بكت تزرع بعلي. هاي المنطقة اليوم أصبحت سلة غذاء كاملة متكاملة طول أشهر السنة، بفعل مشروع تنموي أجانا جديد، يعني بلش من كم من شهر. مع وصول المياه عبر شبكات تم تمديدها من مضخة كانت نتاج مشروع لمؤسسات أوروبية تستهدف المزارعين الفلسطينيين في الأغوار لمساعدتهم ومساندتهم في ظل ما يتعرضون له من انتهاكات احتلالية، استطاع المزارع الفلسطيني في قرية بردلة زراعة المزيد من الأراضي والدنومات بمحاصيل زراعية مروية لأول مرة. هذه المنطقة بحاجة إلى اهتمام كبير جدا، سواء كان من حكومتنا الفلسطينية أو من المانحين. المواطنين بيعانوا من ظروف قاسية جدا، أولا بسبب ممارسات الاحتلال في السيطرة التامة على الأرض والمياه، وأيضا على الإغلاقات بسبب وبحجة التدريبات العسكرية. يعني كثير من المناطق من هين يعني بتكون مغلقة، ومش سهل وصول المزارعين ومربي المواشي الوصول إلى مراعيهم ومزارعهم. تم استغلال هذه الدنومات وأخيرا واستبدلت المساحات الملونة بالبني القاتم منذ النكسة بلون أخضر يبعث الحياة في المكان مؤكدا على فلسطينيته، في ظل أمنيات بالقدرة على استغلال المزيد من مساحة الأغوار الفلسطينية الشاسعة المعرضة لانتهاكات الاحتلال ومصادرته. من قرية بردلة في الأغوار الشمالية الفلسطينية، حافظ أبو صبرة، رؤيا.